فالحديث برضو عن الجيش. يعني قبل قلت إنه مسألة احتكار العنف. إصلاح القوات المسلحة وده يقودنا لما قالوا البشير ولا البرهان هو في العرس الجماعي الزيجات قال إنه هو عايز يدمج الدعم السريع والحركات في الجيش السوداني وبدون كده ما في اتفاق إطاري. أول حاجة دي محاولة لابتزاز الشعار بتاع الشباب بتاع الشباب دي قالوا جنجويد يتحل. توجد أخبار الآن حقيقية أو إشاعات لكن يجب التحقق منها حول أنه حالات القوات المسلحة كان في جزء كبير منها لأن أحد كبار ضباط البطاقات رفض استخراج بطاقات لناس بيفتكر إنهم أجانب تبع بعض الحركات. فالحركات المسلحة والجنجويد من السوداني من الأجنبي يعني الفرز ده بيعمل كيف؟ لكن هل ده يصلح القوات المسلحة؟ القوات المسلحة دي حتى توزيعها في السودان هو التوزيع اللي عملوه الإنجليز، قيادة غربية وقيادة شرقية وقيادة وسطى وحامية الخرطوم وكان في القيادة الجنوبية. حسع في فرق صحيح مشتتة في حتات مختلفة لكن قائمة على أي استراتيجية للدفاع؟ من أين يأتي الخطر للسودان؟ ما هي أمثل الطرق لتقسيم القوات المسلحة على أطراف السودان المختلفة؟ وهل هذا يتم بوحدات متكاملة ولا بأسلحة؟ يعني معقول يكون سلاح المدرعات مثلا قاعد في الخرطوم ولا يكون عندنا وحدة متكاملة بسلاح بتاع المدرعات وب طيارة ومظلين ومدفعية ومشاة في حتة معينة للدفاع عن حتة معينة لأنه ده موضوع الخطر. الاستراتيجية حول الدفاع ليست مسألة تخص العسكريين وحدهم، العسكريين يقدرون القوات والأسلحة لكن تحديد من هو العدو ومن أين يأتينا العدو مسألة سياسية بامتياز، مسألة تتعلق بالعلاقات الخارجية، تتعلق بالموارد الاقتصادية، تتعلق بموارد طبيعية زي المياه بكده. فالمناقشة ليست في أن هذا الجندي يكون موجود أو غير موجود، في دور القوات المسلحة الوطني في الدفاع عن الوطن وفي حالة الاحتياج. أنا بذكر لبعض الناس كده نطلع من كلام السياسة ده نحكي حكاية. أنا أول ما مشيت الفاشر أول مرة في قبل 100 سنة كده أول حاجة لفتت نظري إنه الفاشر دي فيها مجاري لو دمعت في المجرى يكب في النقعة. فقمت اندهشت وقلت لهم ده شنو؟ عملتوها كيف دي؟ بيقول لي والله دي بناء الجيش سلاح المهندسين تحت قيادة العقيد عبد الله بك خليل لما كان في سلاح المهندسين. ده دور مدني قامت به القوات المسلحة مش كده؟ نحن شفنا أيام نميري دور كم دور مدني عملوه، يعني المحطة الوصل قاعدة لغاية حسعة دي بناء سلاح المهندسين. كويس؟ شنو الدور اللي بتساعد به القوات المسلحة البنية التحتية
المدنية، لأنه في أسلحة هتقعد كده تنتظر الحرب ولا هتعمل حاجات، والحاجات دي جزء من التدريبة، إقامة الكباري والطرق وال كده إلى آخر إلى آخر المسألة. فأنا أفتكر إنه الحديث المطلق اللي قالوا إنه ما في زول يتكلم حول القوات المسلحة، لا، نتكلم حول القوات المسلحة، نتكلم حول القوات المسلحة ما دمنا نلتزم بعدم إفشاء أسرار القوات المسلحة، وهي دي مسألة وطنية وبيحاكم عليها القانون. ما دمنا نلتزم بعدم تحريض أفراد القوات المسلحة على التمرد أو العمل السياسي، وهذه مسألة يحرم القانون، لكن في خلاف كده ليس هناك سرا حول هذه المسألة. نحن نتحدث عن القوات المسلحة ودورها وعقيدتها القتالية وعقيدتها في الدفاع عن السودان، ونشوف في دين اصطحب تاريخ القوات المسلحة مما كانت جزء من جيش الاحتلال لغاية ما بقت قوة دفاع السودان، ده دور طويل جدا. وبعد ذاك لما بقت قوات مسلحة وليه دخلت في السياسة، دور السياسيين في تدخل في السياسة ودور التنظيمات السياسية داخلة إلى آخر المسألة، ودور التدخل الأجنبي في المسألة دي، يعني ده كله نشوفه عشان نطلع بقوات مسلحة نظيمة. يعني تمام، لازم نقول مسألة سياسية إنه القوات المسلحة على أيام 30 سنة بتاعت حكم البشير تم تسييسها، وتم اختيار ناس ينتمون إلى تنظيم سياسي معين، ديل حنعمل معهم شنو؟ يعني هل حيستمر عندنا جيش، عندنا جيش مميل نحو جهة سياسية معينة، ولا نعالج المسألة؟ محاولة تغطية المسائل صحيحة، والرد بانه ده يتم بضم كده وكده 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 عشان يقوم الجيش الموحد برضه ما صحيح. الحركات المسلحه دي وفقا لاتفاقيه جوبا التي نرفضها عندها طريقه معينه لحاجه اسمها ال دي دي ار اللي هي التسريح والدمج وإعادة التجنيد وإعادة الإدماج في المجتمع. ما بالضرورة كل الناس اللي يبغوا عساكر، مش لأنهم فيت ولا ما فيت، لأنه نحن عندنا كمية معينة في الجيش ده، مش عايزين نبغى كل البلد جيش، لكن الناس ديل حيعيشوا كيف؟ لازم ندمجهم في المجتمع، نوديهم تدريب مهني، نشغلهم في حتات معينة، نديهم أراضي للزراعة، لازم يكون في وضوح في المسألة دي. فعشان كده إنه إدماجهم كلهم في القوات المسلحة غير صحيح. كويس؟ الدعم السريع هندمجه ب ملحقاته المالية ولا بدونها؟ يعني معه شركاته تنضاف لشركات القوات المسلحة ولا حنصفي الشركات دي؟ حنفرز الناس منه جا من وين وكده ولا ندمج ساكت؟ حنشوف مستوى التعليم والتدريب إلى آخر المسألة. فدي كلها قضايا دائرة بحث ودائرة مناقشة، وليست قضية للمناقشة العسكرية لوحدها.